حضرنا اليوم او اكشلي هذا الاسبوع تدريب مع اكوا وايمي تحت أنشطة مشروع الري ووتر. كان تدريب ممتاز بصراحة، أخذنا فيه معلومات جيدة، كان في جزئية عن الجندر وإشراك المرأة في أعمال الزراعة، كان في جزئية عن الاقتصاد البيئي الفيزيبيليتي ستاديز، كان في جزئية عن الووتر تكنولوجيز، كان في أيضا جزئية عن موضوع السيفتي بلانز وهاو تو بريبير ا سيفتي بلان.